حيث أهاب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط الجاد والفعال وصولاً للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الفلسطينيين في غزة. ووجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى الأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة مؤكدا أن دعمها للأفكار الهدامة التي تقف حائلا أمام مسار وقف نزيف الدم الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني مشاركتها في تحمل مسؤولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين. ويهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي ضروره الضغط الجاد والفعال وصولا للوقف الفوري لاطلاق النار وتامين النفاذ الكامل للمساعدات الانسانيه والاغاثيه للسكان الفلسطينيين في غزه بما يضمن استعاده الضرورات الاساسيه للحياه ومجلس النواب المصري اذ يهمس في اذن الاطراف الدوليه ذات المعايير المزدوجه التي تبدي في العلن انها نصيره لحقوق الانسان ومع ذلك تدعم دوله الاحتلال في افعاله المشينه تجاه الشعب الفلسطيني ان دعمها للافكار الهدامه التي تقف حائلا امام مسار وقف نزيف الدماء الحاصل في الاراضي الفلسطينيه المحتله يعني مشاركتها في تحمل مسؤوليه ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين